مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. الفيديو ما تدري هو كيف راح تتصل بدعم الانستغرام وراح تتكلم مع موظف حتى يحل لك المشاكل. هذا الفيديو تاريخ 8/2023 وحبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصل كل جديد من عندي والجديد على قناتي. قناتي اسمها بلين بعيون عربية، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل. هذه الطريقة خاصة لكل واحد موثق حسابه، طريقة جدا سهلة وبسيطة. وخلينا ندخل من داخل الانستغرام أشرح لكم. حتى تتكلم مع موظف الانستغرام راح ندخل على الانستغرام، وهذا حسابي dr_kjled123535. طبعا أنا مثل ما تشاهدون موثق الحساب. بعدها أروح على 3 أسطر، بعدها أروح على الإعدادات والخصوصية، راح تظهر عندك هذه الصفحة. تدخل تنزل عفوا إلى الأسفل، راح تلقي help، راح تدخل هنا. طبعا من دخلت على هذه الخانة راح تدخل هنا ثاني خيار، راح يظهر عندك chat with us 5 minute wait، يعني اتصل معانا تعمل chat هنا. إذا دخلت هنا راح يظهر عندك التكلم معانا 5 دقائق تنتظر. هذه ميزة خاصة لكل واحد موثق حسابه. طبعا هذه الميزة موجودة في للأسف عند أبل بدون التوثيق، يحلوا لك المشاكل. وهذه المفروض العامة لكل المشتركين مو فقط لمشتركي اللي موثقين حسابهم. هاي الطريقة الموجودة الوحيدة حاليا اللي تقدر تتواصل ويا موظف، لكن فقط لكل واحد موثق حسابه. وطبعا عدة ميزات ينطيك إذا كنت موثق حسابك راح تلقوها هنا. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتوا. لا تنسوا ندعموا قناتي بلين بعيون عربية باشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة. بعض النقاط فقط قبل ما أنهي الفيديو، رجاء رجاء سياسة لا تدخلوها بالإنستغرام، حسابكم ينحذف، ولا تحطون أي ستوري عن أي شيء سياسي، ولا تذكرون أسماء سياسيين لأنه كلها ممنوعة، ولا تستعملون تطبيقات تزيد المتابعين، ولا تأخذون فيديوهات من غير تطبيقات تنشروها على حسابكم، لأنه هاي التطبيقات ذكية للأسف تحذف حسابكم ويروح تعب 400 أو 500 ألف متابع ينتهي بساعة واحدة. تحياتي، مع ألف سلامة.